السلام عليكم. في البداية نقول باللي لعبنا مقابلة ضد فريق اللي عنده مستوى يعني كبير، فريق اللي يلعب على طموحات، فريق يلعب على البوديوم. وجانا فريق قوي في كل صراحة، يعني في كل الخطوط تاعهم فريق متكامل، حتى في لو بون دو بلاسون عنده توجو تغييرات. عكس حنا نقولوا باللي الفريق تاعنا يعني جد كيما نقولوا حنا متوسط، نظرا للدليل ذلك ان المرتبه اللي راه فيها. نحاولوا مع هذه المجموعه يعني باش دائما نعملوا باش على الاقل نخرجوا من هذه المنطقه الخطر اللي رانا فيها. ويعني اللاعبين راهم واعيين بالمسؤوليه رغم الهزيمه اليوم. قلنا باللي ادينا المقابله يعني الشيء اللي قدينا نديروه. الهزيمه شويه كانت قاسيه في المجريات المقابله، يعني تلقينا هدف يعني كنا يعني خاصة يعني في لي سونتر لوتري دونك رايد دي مال ديك سو كيفاش نيغوسي لي بال ايريان. منعونا الاولى زوجاج تالتة جات ماركاو لنا. انا نقول لك ولينا في النتيجة، عمل يعني عمل جماعي كبير لعب داروه، يعني ماركينا سجلنا الهدف التعادل. كان عندنا هدف ثاني اللي الغي بحجة التسلل، دونك ولكم الحكم. شوط ثاني نقول باللي حاولنا باش نسيلوا المقابلة يعني الحفاظ على النتيجة اونتر طون دو كيما نقولوا داتاكي، يعني سي تو سي زاتاك رابيد راهي دو كالك زوكاسيون ما قدرناش يعني نوصلوا للشبكة الهدف يعني مرمى تاع الفريق الخصم. يعني ك ك يعني ثاني يعني نفس اللقطات الهدف الأول، يعني سي ان سونتر لو تريون اوكي سي دوزيام بيت كي صافي كيما نقولوا صافي مالو اليكيب. يعني هوني امنا يعني في الدوزيام ميطون باش على الاقل دو غاردي زيطا ماتش ليل باش ندخلوا يعني فريق الخصم يعني في الدوت. بدايه هذا اللي تقلق بوكو دو بريسيبيتاسيون مالوريزمون، هذا هو الفوتبول. دونك سي تو النقايص تاعنا خاصه يعني في لي جواريان يعني تاعنا. دونك تلقينا هدفين، الهدف الثالث يعني نقول باللي هو وقت المقابله. على العموم كما قلت في البدايه لعبنا يعني ضد فريق يعني فريق اللي عنده امكانيات كبيره من البشريه. هذه النتيجه ما توقفناش يعني المسيره تاعنا، دونك هذه الا مقابله تاع بطوله. والفريق تاعنا الهدف تاعو ماهوش غير مقابله واحده، يعني كاين باقي 12 مقابله في البطوله لازم وسافوار نيغوسي لي ماتش ان شاء الله بور سيري على الاقل لو ماتيان تاع الفريق هذا، لان رغم ان بعدنا شويه للمنطقه الخطر ولكن لازم دائما نحاولوا باش نبعدوا اكثر واكثر من منطقه الخطر. اي داسيري توجور لوبجيكتيف تاعنا سي لو ماتيان في اقرب وقت ان شاء الله.